السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزف له نيتم الاستماع. أصبح الناس يعيشون بنفس النمط طول السنة، 12 شهرا 365 يوم في السنة، فالناس يأكلون نفس الشيء، نفس المواد الغذائية، نفس الخضر، نفس الفواكه، نفس المواد الحيوانية، نفس الطبخ، وكذلك نفس الأطباق ونفس الوجبات يعني الأكلات، وكذلك نفس الموائد. فأصبح الناس يعيشون بنفس الطريقة تقريبا نفس الأكل يعني طول السنة، يأكلون نفس الشيء طول السنة 365 يوم. وهذا مخالف أولا للطبيعة، مخالف للناموس الكوني، مخالف لقوانين الطبيعة التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وضعها الخالق، لأن الله جعل أربعة فصول، فصل حار وفصل بارد، وجعل فصلين معتدلين، ولكل فصل منتوجات، ولكل فصل أنواع من النبات، ولكل فصل يعني أنواع من الأكل يجب أن يتبعها الناس وأن يحترمها. إذا لم نحترم هذه القوانين، قوانين الطبيعة الموضوعة يعني من الله يعني من الصانع، فأكيد أننا سنتعرض، هذه الأخطاء ستعرضنا لبعض الخلل، ومنه الخلل الصحي كذلك. ثانيا، فهي مخالفة، هذه الطريقة التي يأكل الناس نفس الشيء هي مخالفة للعلوم. نحن في علم الأغذية والتغذية نتكلم عن التنويع، أن ينوع الناس الأكل، وليس ينوع الأكل أنك يعني تكون عندك 15 صحن في المائدة، هذا ليس التنويع أو التنوع، هذا ليس ما نتكلم عنه. نحن نتكلم عن التنوع في الوقت، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد تنوع، ثم تنوع في الشهور وتنوع في الفصول لكي تستفيد من المكونات التي توجد في كل ما خلق الله يعني في وقته. لما يخرج النبات عن وقته يتغير، يعني تتغير طبيعته، طبعا التركيب الكيماوي يتغير. فيعني هذه القوانين طبيعة، فإذا لم نحترمها ستكون عبثية، كما قال هذا الفيلسوف الأمريكي غرايغ، يقول يعني عبثية الحياة من غير وجود الله، عبثية الحياة من غير وجود الله. يعني إذا قلنا بأن الله غير موجود فتكون عبثية، ستكون عبثية، لا يمكن أن تكون حياة منظمة ويكون فيها قوانين من أواميس يعني وضعها الصانع أو الخالق، صاحب هذا الكون أو صاحب الأكوان وليس هذا الكون. فالناس لديهم طماطم وبطاطس وبصل دائما في المنزل، ثم رابعة وخامسة بعض الخضار الأخرى، جزر، هذا الجزر أو لفت أو هذا الملفوف يعني أو الكرنب أو شيء يعني، أو فاصوليا خضراء أو حتى بازلاء جلبانة خضراء أو فول طري أو بامية أو شيء يعني ليست مهمة بالنسبة لها، تبقى ثانوية. الخضر التي نزلت في القرآن هي البصل والطماطم والبطاطس، لا يمكن الناس ألا تكون عندهم هذه الثلاثة. ولما الشخص يذهب إلى السوق لا يسأل عن موسم ولا عن الخضرة، هل خارج موسمها، هل منتوجة في الدور الزجاجية، هل يعني، لأن لا يمكن. الله سبحانه وتعالى جعل لكل مخلوق دورة حياتية، دورة تكون المكونات في أوجها إذا احترمنا هذه الدورة. إذا يعني استهلكنا المنتوج بعد نضجه بطريقة طبيعية، ليس بعد نضجه في الدور الزجاجي، بطريقة طبيعية. الفول الطري الآن ممكن تجده في السوق الآن، الفول الطري له وقت، البازلاء الجلبانة لها وقت معين، فاصوليا الخضراء لها وقت، اللفت والجزر له وقت، الملفوف وهذا الكرنب له وقت كذلك. ويعني بعض الخضر يعني عندها موسم طويل شيئا ما، مثل البصل، والبصل على أشكال، يعني البصل الأخضر أوراق يستهلك في فصل الشتاء يعني يكون موجود، والفصل البصل على شكل رؤوس يستهلك ابتداء من شهر 3 ويبقى حتى الشهر يعني 9 وشهر 10 حتى شهر أكتوبر. القرعيات كذلك، هذه القرعيات، هذه الكوسة القرعة الحمراء هذه تبقى 4 أشهر 5 أشهر ربما أكثر. لماذا؟ لأنها تصبر يعني للفساد، يعني
لا يصيبها الفساد، هذه ممكن تستهلك 4 أو 5 أو 6 أشهر، لكن هذه القرعة الطرية لا يمكن أن تكون طول السنة، لا يمكن أن تكون طول السنة. ولاحظوا مثلا بعض الخضار لا يقدرون على إخراجها من موسمها عن موسمها. لماذا هذا الفيديو؟ لأن يعني الأسبوع الماضي رأيت البطاطا الحلوة، ليس البطاطس، نقول البطاطا بالألف، اسمها البطاطا الحلوة، لا علاقة لها بالبطاطس، لأن هناك من كتب البطاطس الحلوة خطأ، لا نقول البطاطس الحلوة، نقول البطاطس هي اللي عندكم تقلى في الزيت، هذه اسمها البطاطس، لكن البطاطا الحلوة اسمها البطاطا بالألف وليس البطاطس، هذه السويت بوتايتو أو لباتات دوس، يعني رأيتها في السوق، ليس وقتها بالبتة، ليس وقتها. البطاطا الحلوة هي خضرة خريفية بامتياز، فلماذا يستهلكها الناس الآن؟ لأن هناك تقنيات ودور زجاجية والناس يتسابقون للسوق، لأن البزنس، لأن الماني قارنا، وهذا في حد ذاته مشكل كبير. أنتم تلاحظون وأنا مؤكد أن لما تتذوقوا بعض الخضر أو بعض الفواكه ستجدونها بدون مذاق، ثم لا تنتبهوا، هذا العقل اللي أعطاكم الله، يعني هكذا في الرأس فوق الجسد فقط، هو موضوع هناك، يعني هذا المخ، هذا الدماغ يعني مش شغال، يعني الناس يعني يتذوقون بعض الخضر ويقول يعني لا تعجبه، ولكن لا يتساءل، لا يقول لماذا، لأنها خارج وقتها، لأنها خارج وقتها، أو ربما تكون من الإنتاج يكون قد استعمل بعض المكونات التي ليست طبيعية، ربما مياه عادمة تسقى بها، ربما بعض الهرمونات، ربما بعض المغذيات للنبات، فتعطي يعني مذاق مختلف يقبله الناس، هكذا يقبل هكذا. فالله علمنا مذاق الخضار، علمنا مذاق الخضار، وعلمنا مذاق الفواكه كيف هي، يعني مذاق الأشياء. لماذا؟ لأن حاسة المذاق هي معجزة من الله، حاسة المذاق لا ينتبه الناس، سبحان الله، الناس لا ينتبهون للخلق، خلق الله سبحانه وتعالى. يعني انظروا يعني لما كانت أزمة 2019، الناس يعني فقدوا حاسة الشم والذوق، وشوفوا يعني لم يكونوا ينتبهوا لهذه النعمة، لم يكونوا بالبتات ينتبهوا. تصور يا أخي، تأكل بدون مذاق، تبلع بدون مذاق، ولا تشم، يعني أكرمك الله، تدخل المرحاض ولا تدخل يعني البائع العطر، لا تشم، يعني شيء خطير، شيء خطير. وأنتم انتبهتم 2019 كانت بعض الأمور التي وقعت وكان يستفيد منها الناس، لكن الناس لا يستفيدون، العقل مش شغال، العقل مش شغال، الناس ماشيين بواحد العشوائية، يعني مع الأسف الشديد. فالفصول فيها إنتاج. نحن الآن في الفصل الحار، نحن الآن في فصل الصيف، راه السمايم دخلت، واحد المربعانية 40 يوم، تبدأ في 25 جويلية، يعني هذا يوليوز، وتنتهي 3 سبتمبر، يعني هذه مربعانية نسميها السمايم. لما تخرج السمايم فالأرض كتبرد، ممكن الناس يزرعوا، الناس كيزرعوا البصل، بذور البصل ليس الرؤوس، يزرعون بذور البصل، اللي تخرج السمايم بذور البصل تزرع، وجميع الشتائل الحاجة اللي كتنقل، البصلة مثلا، مثل هذا الخرشوف، مثل الأشياء اللي كتنقل تزرع، تخرج السمايم الأرض ممكن تنبت. فهذه علينا، هذه أشياء ثقافية، هذه البوادية، ثقافة البادية، لأن الناس يعيشون في المدن كيف يعرفون الأشياء؟ لا يعرفونها، وحتى البوادي الآن مابقوش عارفين حتى الوقت اللي كنزرع فيها. لا عليكم، يعني أصبحنا كلنا مدن، الناس في البوادي الآن لا يعلمون بعض الأشياء، لما أسأل عن بعض الأشياء ينظرون إلي وكأنني أتيت من كوكب آخر، يعني غريب، أنا لا زالت لدي ثقافة البادية يعني أحسن منهم بكثير. أنا في البادية أسأل أخي بعض الأشياء ينظرون إلي، لا لم تعود هذه الأشياء، لم تعود هذه. نحن في الفصل الحار، وأنبه الناس، ودائما فايد يقول لكم فعلوا ما شئتم وإن وجدتم أحسن فهو لكم ونباركه لكم.
إن وجدتم أحسن من هذه المعلومات فهي لكم ونباركها لكم. فقط ما والله أنا ما عندي مشكلة، أنا أعلم من أنا وأعلم ماذا أعلم، ولذلك فأنا في راحة وأتكلم يعني بأريحية وبراحة. وأعلم أن هذا الأباطل في الإذاعة والتلفزيون والإذاعات هذا الخاص الحرة يأتون بأشخاص ينصحون في التغذية والصحة، يعني ترويت نتوم زين استمزغت ترويت نتوم زين، لا علاقة لها بالتغذية ولا بالأغذية. الدكتورة فلانة في الطب الخاص بكذا ستنصحكم، يعني تتكلم لكم عن ماذا تتكلم طبيب؟ هل تقدر أن تتكلم عن التغذية؟ تقدر؟ لا تقدر. فيعني الأشياء والناس يسمعون طبيبة قالت لنا بأن الحلبة تضر الكبد. فين قرأت هذه؟ فشيء مضحك والله، شيء مضحك. وأنا كنت أتفرج، يعني هو حق لي أن أتفرج، لماذا لا أتفرج؟ يعني هكذا. هذه المسائل اللي تكلمت عليها فهي مسائل مهمة جدا. انظروا هذا الفيلسوف الأمريكي ماذا قال، هذا كرايك، يقول يعني عبثية الحياة يعني من غير وجود الله، من غير وجود الله. هذا فيلسوف أمريكي ليس مسلم وليس من المعاصر الفلاسفة المعاصرين، هذا وليس قديم. شيء غريب، يعني أشياء والله. هذا دوستوفسكي، دوستوفسكي يقول بأن إذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح. دوستوفسكي يقول إذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح. فهمتوا؟ إذا كان الله غير موجود كل شيء مباح، فعل ما شئت، الله غير موجود. وغرايغ يقول عبثية الحياة في غير وجود الله. والله الفلاسفة يعني أنعم الله عليهم، نعموا الفلاسفة كيتنعموا بالعقل، شغلونا العقل، نعموا ينعمون بالعقل. ولكن الفلسفة، الفلسفة الحقيقية، وليست هنا، هناك فلسفات، وهناك السرد الفلسفي، شخص يبقى يسرد لك قال كانت قال هيكل قال سيجموند فرويد قال قال، ولا يعني ولا ينفعه. احنا كل الذين يدرسون الفلسفة، طبعا هذول يدرسون يجب ان يسردوها، لان تدريس الفلسفة ليس هو يعني الاشتغال بالفلسفة. فعموما نعود لهذا الموضوع، ماذا يأكل الناس الآن؟ أنا أسألكم ماذا تأكلون الآن؟ طماطم جيد، أنتم محظوظون لأن الطماطم وقتها، طماطم صيفية بامتياز، خضرة صيفية بامتياز لأنها تنعش الجسم، ومادة اللايكوبين فيها حمضيات عضوية، حامضة هي ناضجة، فيها حمضيات عضوية منعشة، جميع المواد الحامضة منعشة، أعيد عودة اثنين، جميع المواد الغذائية الحامضة منعشة تنعش، بمعنى أن أحسن شراب الآن ماذا هو ماذا؟ أحسن شراب هو ليمون حامض يعصر مع ماء معدني ويشرب. ولبن الخض، لا تنسوا أن لبن الخض الحقيقي، يعني لبن الخض الحقيقي من لبن غير مبستر، لبن الخض الحقيقي منعش لأنه حامض. والخضر الحامض الآن، لاحظوا الرجل مثلا، هذه حشيشة الرجل، حشيشة الرجل الآن حامضة، عندما ظهر حامض هي تنعش هذه. فالآن عندكم طماطم جيد، إذا كان عندكم طماطم في المنزل فاتركوها واستهلكوها جيد. وبصل الآن، بصل، لأن البصل خضرة صيفية، استهلاك البصل يبدأ من شهر 4، هي تجنى هذه البصل 4 و5 و6 و7 و8 و9، البصل يبدأ رائحته تتغير، رائحته تصبح كريهة. البصل، البصل في أكتوبر لا يستعمل، في نوفمبر لا يستعمل، يستعمل البصل الطري الأخضر، في المغرب نسميه الحريف، هي عليا الحريف، هي أمازيغية هذه حريف. الحريف ناس ما كانوا يشترون كيلو، أنا أتذكر الناس كانوا يشتروا الحريف، كان غالي شوية، هو دائما غالي، لماذا؟ لأن الإنتاج لا يعطي يعني وزن كبير. كان الناس يشتروا حبتين حريف فقط، ليس كيلو، لأنه مهم جدا ومفيد، مهم ومفيد لهذا البصل، الأوراق البصل يعني في أكتوبر ونوفمبر في الفصل البارد.
البصل الآن والطماطم الآن والبامية الملوخية، المغرب يسميها الملوخية، الملوخية المغربية، حتى الملوخية المصرية جيدة. الملوخية البامية الآن وقتها، وليقطين هذه القرع السلاوية وقتها الآن، البنجر هذه الباربة، البنجر هذا الشمندر أحمر، البيت لابيترا دروج، يعني هذا وقتها الآن. يعني هذه الخضر لاحظوا أنها كلها منعشة، خضر كلها منعشة وليست مغذية، شيء عجيب. لماذا؟ لأن الجسم لا يحتاج تغذية الآن، يحتاج أملاح وفيتامينات وماء، 3 كراد، يحتاج 3 أشياء الآن: الأملاح والفيتامينات والماء. يعني البروتين طبعا يحتاج بروتين، لكن ليس مثل الفصل البارد أو بروتين، لكن الأشياء التي يحتاجها بكثرة، يعني أكثر من الفصول الأخرى. يعني الآن هي لأن الفيتامينات أنتي ستريس، هذا يعني الإرهاق الحرارة، إرهاق الحرارة، الفيتامينات يعني ضد إرهاق الحرارة، ومنهم فيتامين سي. وسبحان الله، فيتامين سي يسخن الجسم، وفي نفس الوقت هو أنتي ستريس بالنسبة لارتفاع الحرارة. لأن يعني الفيتامين سي، لا تنسوا بأنه في عصير البرتقال، في هذا الحوامض، ويوجد في جميع الخضار والفواكه وليس حوامل فقط. فالآن هذه هي الخضر، لائحة الخضر التي تستهلك الآن. الناس لا زالوا يشترون جزر. أنا رأيت في السوق ناس يشترون جزر، والجمعة الأمس أكلت كسكس عند صديق في مدينة سطات، فيه جزر وفيه لفت. من أين أتى باللفت؟ لا أدري. لا، ليس وقت اللفت، ليس وقت الجزر الآن. اللفت والجزر ليس وقته. البطاطس ليس وقتها الآن، لكنها كتكون مخزنة في البرودة، لا بأس، ممكن يستهلكها الناس. بطاطس تخزن في البرودة يعني، وليس يعني. وحتى ولو خزنوها في البرودة، فيكون مذاقها متغير، وتركوه التركيب الكيماوي يتغير، أكيد يتغير. الفواكه الموجودة الآن هي الفواكه المنعشة، على رأسها العنب، عنب أحمر وأسود وأبيض، يعني جميع أنواع العنب، والتين كذلك، ثم الشمام، وهذا البطيخ، والبطيخ الأحمر، الدلاع، هذا نسميه كلمة الدلاع أمازيغية، ها بالمناسبة، الدلاع كلمة أمازيغية وليس عربية. المنون كلمة أمازيغية، المنون كلمة أمازيغية، الناس ما بقوا يقولوا المنون. فهذه اللي علينا، المغرب كان عندنا أنواع، وكنا أنواع بأسمائها، كان عندنا المنون والسويلة، المهايا، كانت المهايا والمنون، هذه الأنواع والمنطقة حتى أن هناك مدينة اسمها المهايا، أو يعني مدينة صغيرة طريق فاس اسمها المهايا، لأن هذه المنطقة كلها كانت مهايا، وكانت حتى الخميسة تحت المدينة الخميسة. يعني هذه الفواكه المنعشة الآن. والتين الشوكي، الهندية، تين الشوكي كذلك من الفواكه المنعشة، وهو يستهلك الآن. أنا أتكلم عن الفواكه التي توجد في المغرب، ربما تبقى بلدان أخرى مثل أمريكا وأوروبا، ربما يكون عندهم فواكه أخرى طبعا. لكن نحن الآن، لماذا التفاح والموز دائما في المائدة 12 شهر؟ خطأ. والعنب لا يستهلك في الفصل البارد، في ديسمبر وجانفي، هذا في يناير، ليس فصل العنب ولا فصل البطيخ. أنا لما كنت في ماليزيا في أكتوبر الماضي، وجدت عندهم البطيخ في السوق، موجود البطيخ في السوق، موجود في ماليزيا، لأن ماليزيا عندهم مياه وعندهم خضرة وعندهم حرارة مرتفعة، يعني جاء عندهم جميع المنتوجات. يعني لم أستغرب. لماذا؟ لأن مكان آخر ليس المغرب، يعني لأن عندهم كثرة المياه، نحن عندنا ندرة المياه، عكس تماما. فالآن الناس يختنقون بالحرارة، والأعراض التي تكلمت عنها وظهرت بعد أزمة 2019، في الفصل الحار الآن يجب أن ينتعش الجسم. المشروبات التي تشرب، يعني أتكلم عن جميع الأشياء، المشروبات التي تشرب الآن هي النعناع، النعناع تقريبا فقط، النعناع الآن أن يشربه الناس يوميا. إحنا ما نعرف نهيئ النعناع، المغاربة النعناع لازم يكون براد مع الشاي، لا يعرفون شرب النعناع. المنطقة الشمالية أظن أحسن، لأنهم كيعملوه في الكأس، في الكوب،
هذه النعناع لوحده عباد الله ماء مغلى، ماء فاتر، تفرغه على النعناع وتنتظر، أضيف معها زنجبيل، هائل 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 هائل، نعناع أضيف معها زنجبيل فترى، يشرب يوميا وثلاث مرات وخمس مرات في اليوم، لأن فيه مادة التايمول، مادة التايمول هي تنعش، وربما تضيف معه ليمون حامض، يصبح هائل. تمتع شراب النعنع وتضيف معه ليمون حامض، هذا سيترون حامض ليمون، وتضيف معه زنجبيل، وزنجبيل يستهلك الآن ما في مشكلة. التوابل التي لا تستهلك هي الفلفل الأسود والفلفل الأبيض، الآن صعب استهلاكه، صعب الآن. توابل الآن تستهلك كتوابل، يعني بكمية بسيطة مش مشكلة، توابل تستهلك دائما، لكن نزيد في من الكمية، نزيد من الكمية في الفصل البارد، لأنها تسخن الجسم. ثم بالنسبة للبذرات، البذرات تستهلك ليس فيها مشكلة. حب رشاد ألا يكثر منه الناس في الفصل الحار الآن، لا يكثر الناس من الحب رشاد، لكن حبوب بذرة الكتان والسمسم، هذا الزنجلان، هذه تستهلك. حبوب الكزبرة تستهلك الآن ما فيها مشكلة، الكروية وحبوب الكزبرة، وكذلك هذه في المغرب نسميه حبة حلاوة النافع، يعني هذه اليانسون والشمرة، كذلك اليانسون والشمرة يستهلك الآن، اليانسون النجمي البادينة والشمرة، وهذه حبة حلاوة النافع، يعني الشمرة واليانسون والكروية حبوب الكزبرة تستهلك الآن، هذه كذلك جيدة، ليس هي تستهلك دائما، لكن يعني ممكن تستهلك في فصل الصيف، لكن هناك توابل، هناك لا يكثر منها الناس لأنها حارة. ثم الناس يستهلكون اللحوم في فصل الصيف، ارتفاع رهيب في استهلاك اللحوم في فصل الصيف، وفي بلداننا ارتفاع رهيب، اللحوم لا تستهلك في فصل الصيف إلا إذا كان ما عندك ضيوف، طبعا إكرام الضيف كان دائما باللحم، حتى سيدنا إبراهيم جاب عجل، اللحم ليه؟ للضيوف فقط، اللحم للضيوف فقط 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 فقط، ليس مادة ضرورية ولا أساسية. ثم لبن الخض الآن يشرب، الآن لبن الخض يشرب، إذا كان لبن الخض من حليب جيد طبيعي، إخواننا في أوروبا وأمريكا ممكن يشتروا حليب الأبقار طازج، حتى السوبر ماركت في فرنسا مثلا، أنا كنت في فرنسا، أظن حتى في ألمانيا وإسبانيا وهولندا، أنا كنت أشتري حليب طازج من السوبر ماركت، حليب طازج من السوبر ماركت، وكنت نهيئ لبن الخض وزبدة بلدية وسمن، السمن الحار، لأن الدكتورة عملتها على السمن الحار، يعني هذا البروسيس، يعني البروسيس ليبوليزيس، برازيس كيف ننتج السمن يعني في من الزبدة هذه البلدية، ودراسة السمن لأول مرة تعملت، وحتى يعني كان السمن يستعمل لبعض الاستعمالات القوية، مثلا إخواننا في تونس، وتحية للتوانسة والتونسيات تحية، تونس كانوا لما يزداد الطفل، لما يولد المولود كانوا يعطيه اللعق، يسمونه اللعق إخواننا في تونس. ما هو اللعق؟ هي ملعقة صغيرة من السمن الحار، المولود لما يولد ملعقة صغيرة من السمن الحار كانوا يشربوها. لا أظن أن هذه الطريقة لا زالت في تونس، وعموما إخواننا يكتبوا تعليق إذا كانت، أظن أن حتى إخواننا في الجزائر، تحية للجزائريين، الجزائريين، تحية للجزائريين، تحية للجزائريين كذلك، يعني بعض الإخوة أخبروني أن في شرق الجزائر أخبروني بأن نفس الطريقة، يعني من جيت عنابة حتى هذه أخبروني بأنها نفس الطريقة كذلك. في المغرب كنا نستعمل نفس الطريقة كذلك، وكان هذا السمن الحار يستعمل استعمالات كثيرة، حتى الجرب، الجرب اللي كان في الجمال في الإبل، حتى الجرب كان السمن الحار يستعمل، حتى الأمراض الجلدية هذا الجرب، وكان يستعمل للسم، لما شخص يعني تلدغه عقرب أو أفعى أو شيء، كانوا كيشرطوا يمصوا هذاك الدم اللي فيه السم بسرعة، طبعا بسرعة،
لم يكن يعني سيروم ولا مستشفيات، طبعا كان الناس يعيشون بطرق، وكان يشربوا هذا اللي سم الأفعى والعقرب، كانوا يشربوه ملعقة كبيرة سمن الحار، وكاين اللي يشربوه ملعقتين سمن حار، ويستعمل بكثير. والمرأة لما كانت تضع، لازم سمن الحار، والرفيسة اللي كانوا يعملوها المرأة لما تضع كانت بالسمن الحار وليس بزيت الزيتون. شيء عجيب، والله شيء عجيب، ونحن لا ندون المرض الخطير اللي عند هذه البلدان الإسلامية. أخطر مرض فيها أنها لا تدون، لأن وارثاه على القوم البدو اللي نزل عليهم القرآن، بدو لم يكونوا يدونون ولم يكونوا، وإحنا ورثنا هذه المسائل، لا نكتب شيء، لا ندون، لا نكتب. هذه الطريقة الآن الناس عندهم مشاكل، عندهم اختناقات، عندهم مناعة منخفضة، وعندهم إذا هذا دام متخدر. الآن الناس عاملين عمليات على الصمامات، والباقي الباقي لا نتمنى أن يعمل عمليات، لكن إذا لم ينتبه سيعمل عملية على الصمامات، أنا متأكد 700%. يعني لا يمكن شخص يعمل عملية على الصمامات وشخص يأكل نفس النمط لا يعمل عملية على الصمامات، لا يمكن. ولذلك نحن نعلم أسباب الأمراض ونخبركم إذا يعني ماذا تأكلون، نخبركم بالأمراض التي ممكن أن تصابوا بها. هذه هي الأجهزة اللي عندنا أن نعرف بها الأمراض، أجهزة قوية يكون صاحبها يكون خبير ويكون عارف، وليس شخص هكذا. نمط عيشك ونقول لك الأمراض بالضبط اللي عندك، الأشياء التي مدمن عليها والتي تكثر منها، والوقت الذي تأكل فيه، والأشياء التي تخلطها، وأقول لك المشكل اللي عندك. يعني هذا الآن الدم متخثر، الناس يتناولون مميعات الدم، ويتناولون الأنتيكواجيلانت، هذا يعني ضد تجلط الدم، أدوية، والناس عملوا عمليات على الصمامات، وناس عندهم خلل هرموني، نساء ورجال عندهم خلل هرموني، وناس عندهم حصوات في المرارة، والتهاب في القولون، وجرثومة المعدة، يعني أشياء كثيرة تتعلق باللحم. فالناس يمشون فوق حبل ويأكلون اللحم، يعني عامل الحرارة قد يزداد على هذه العوامل، عامل ستريس يعني عامل الإرهاق، وعامل الحرارة والحالة النفسية ربما يضاف إلى هذا الأكل الرديء واللحوم والمقليات والفاست فود والجانك فود، ثم يصبح الشخص ذاهب إلى قبره بنفسه، ذاهب إلى قبره بنفسه. الناس سيقولون الأعمار بيد الله، نعم أكيد الأعمار بيدي، ليس بيد أحد، وعمرك مبرمج فيك يوم خلقت، مش الله عاد غادي يقرر متى ستموت ليقبض روحك، عمرك تقرر أوتوماتيكيا لما خلقت، وكأنك موقوت، يعني الجسم مؤقت، هذا يعني الجسم موقوت، موقوت يعني الله معمره على الوقت اللي غادي يموت فيه. هذه هي يعني هذا هو الاختراع والعناية اللي يتكلم عليهم ابن رشد لإثبات وجود الله، هي هذه. فالناس الآن إذا أرادوا أن يسلموا، من عملية جراحية على الصمامات، وتخثر دم وتجلط دم، وهذه الجلطة الدماغية والاختناقات والمصائب التي يحسون بها، يا أخوان أعطيناكم وصفات، الناس جربوها مباشرة بالتو لما تكلمت عنها، وأحسوا بتحسن في ليلتهم. خلط الرباعية اللي فيها جوزة الطيب، وقع كل هذه الكاردموم يعني حب الهيل والقرفة والقرنفل، هذه الرباعية، هذه يعني هذه وصفة سحرية، لأن أردت أن أتحدى بها هؤلاء الذين يسخرون من العشوب، لكي يقولوا عشاب ويسخرون، أردت أن أتحداهم بأدوية العالم. ناس عندهم مشكل في الألم، وعندهم دورة دموية غير نشطة، وعندهم جسم ثقيل، وعندهم شيء، هذه الخلطة الرباعية تنشط الدم وتزيل الألم وينام الناس، تصور تنام لأن هناك من عنده مشكل حتى في النوم. أعطينا خلطة رباعية وخلطة رباعية خلطتين، وأعطينا خلطة وصفة للسكر، وأعطينا وصفة للكوليسترول، وأعطينا وصفة للشحوم الثلاثية، ووصفة لجرثومة المعدة، وصفات اللي أعطيناها، ولا زال الناس يسألون ويبحثون
ولا زال الناس يترددون خايفين، أنا ابني عنده هل أعطيه البروبوليس ولماذا لا تعطيه البروبوليس، والناس كلهم يقولوا أن سرطان الساركوما لا حل لها، من المستحيل. لا بس لا سيدي، سرطان الساركوما هو أسهل ما يكون، لا عليك. نحن نتحدى، سرطان الساركوما يعالج، لما تسمع يعالج لا أتكلم عن العلاجات، لا أتكلم عن الكيميوثيرابي والراديوثيرابي، أتكلم عن العلاجات الجذرية، العلاجات، لكن صاحب الساركوما هو الذي يعالج نفسه، صاحب الساركوما هو الذي يعالجها، إذا لم يعالجها لا يمكن أن تعالج. الساركوما عند البروتوكول دكتور محمد فايد وكمية البروبوليس مع غذاء الملكات تكون على مدار 24 ساعة وليس في النهار فقط، ولذلك قلنا نحن نتحدى. أنا قلت لهم أعطوني مركز، أعطوني مركز وديداكتيك نعمل به، وما تعطوني مال، أنا كبرت بالخبز. وإذا ما عالجت شنقوني، أعطوني باش نخدم، أعطوني باش نعمل، وإذا ما عالجت الناس شنقوني، حكموا عليا، وليس تحاسبونني وأنا ليس لدي شيء. قلتها الآن أكثر من 7 مرات هذه المقولة، أعطيونا مركز بحث وحاسبونا، وها هو الحساب في البنك، راقبوه وراقبونا نحن كذلك، ممكن تعملوا لنا شريحة تراقبوننا بها، أين نذهب ومع من نعمل، لا نسرق المال، اعملوا لنا شريحة تراسابيليتي في ممشي لك معروف، أعطيونا مركز يا عباد الله نعمل فيه أبحاث، وإذا لم نعمل ما تريدون شنقونا، شنق شنق. العلم علم يا عباد الله، العلم علم، والهراء هراء، ونحن نعلم أننا أصحاب علم، ولا زال لدينا أفكار، أنا تقاعدت ولكن لا زال لدي أفكار، يعني 100 شهادة، يعني رسالة دكتوراه تهيئ، عندي مواضيع لأكثر من 100 رسالة دكتوراه وأقولها، واللي يبغى موضوع يتصل بيا في هذا الميدان، هذا الناس ديال النانو ثيرابي، اتصل بيا واحد الأخ في قطر، قال لي انا اعمل في مختبر وأعمل على النانو ثيرابي، كيفاش تعمل على النانو ثيرابي؟ غير يعني عندك مختبر وعندك معدات ممكن تعمل بحث، لا يصير، والله لا تعمل بحث، ليس لان عندك مركز يعني سوفيستيكيت، يعني في معدات غاليه ويعني وكل شيء جاهز والتحاليل والمسائل، انك باحث، لا يصير. الباحث يكون لديه هذا اولا، ماذا يعمل بالمعدات، أما عندك مركز وعندك مختبر وعندك، ولكن ليس عندك هذا، هذا هو الباحث وليس المعدات، وهذا هو الخطأ اللي عندنا. حتى ولات شهادة الدكتوراه والماستر فيها الماني، فيها قريبا ولات تشراو بالمال، الماستر الآن يعني والدكتوراه ولاو يتشراو الآن في بلداننا، لا أتكلم عن أمريكا، أمريكا كان فيها شيء من قبل، في بلداننا يعني ضياع كبير، ولكن المهم هذه المسائل سيقرأها الجيل في مذكرتي، هذه المسائل أكتبها في مذكرتي، ماذا وقع للدكتور محمد فايد، وسأكتب حتى الأفكار التي كنت سأحققها لو يعني تركوني أعمل بحث. لما نقول لدينا اختراع ماء، وإحنا الآن عندنا مشكل ماء والعالم كله عنده مشكل ماء، وباحث يقول للناس بأنني عندي فكرة ماء، ثم يتجاهله الناس، ينكرونه ويسخرون منه. فايد هذاك العروبي هذاك عنده اختراع ماء، عشاب هذاك وعاد كافر وملحد، عشاب عنده الماء هذا، يا سيدي حطني في المكان واعطيني معدات، وإلى ما كفيتش المغرب الكبير كله من الماء شنقني. العلماء يتحدون وليس كلام فارغ، وقت اللي يعني أكثر من 5 سنين، أكثر من 5 سنوات يعني ملي كان هذا مؤتمر البيئة في مراكش، يعني ونحن نتكي يا عباد الله، يعني كل الناس أزمة الماء، يعني وربما مدينة الدار البيضاء الكبرى ربما يقطعوا عليها الماء، المهم هذه تصوري وأنا أعلم يعني الحقائق العلمية، ربما مدينة الدار البيضاء يقطعوا عليها الماء، لأن يعني مدينة مثل مدينة كمثل مثل الدار البيضاء الكبرى، يعني عدد السكان واستهلاك الماء
ثم ما عندها لا نهر لا ما عندهاش، من اين ياتي الماء؟ من الدار البيضاء، اما ام ربيع واما ابو رجلاك. الدار البيضاء ام ربيع جف، ابو رجلاك اتوا يعني الماء الان جاء من الشمال، وابو رجلاك راه عنده الرباط والسلا وعنده مدن اخرى، عنده قنيطره وعنده قزنيقه وسليمان سليمان وعنده مدن اخرى وليس فقط هكذا. يعني ماذا نقول؟ لست لوحدي، من قبلي يعني باحثون علماء من قبلي وقع لهم كذلك نفس الشيء. أنا لست غاضب، والله لست غاضب، أنا أعلم أنني في الدنيا، والدنيا هي عالم الأوساخ وعالم العفون، الدنيا ليست الآخرة، ليست الجنة. فيعني هذه المسائل التي أتكلم عنها هي حقائق علمية الناس يستخفون بها، لما أعطينا وصفات وحلول للناس على الأقل فعلوا ما شئتم، هذه حياتكم وصحتكم، هاد فصل الصيف الله يجازيكم بخير، لننهي الحديث، كثروا من الفواكه والخضر وشربوا الماء، كثروا من الخضر والفواكه عباد الله، الفواكه كثروا من الخضر والفواكه بما في ذلك الفواكه الجافة، التمر والتين والزبيب واللوز والجوز، كثروا الفواكه الطرية والفواكه الجافة، وكثروا من الخضر، عمروا المعدة، املأوا المعدة خضر، حشائش وأوراق خضراء. فصل الصيف. فأنا أنتم تسمعون الآن أن قوة الإنسان تراجعت ومنعته تراجعت، والناس يختنقون وعندهم مشاكل بعد أزمة 2019، وهناك من لا زال لم يعمل حجامة، وقد أخذ التينتان، لقد أخذ التينتان ولما زال ما عمل حجامة، ماذا نقول له؟ فعل ما شئت، لكن لا نريدك أن تسقط في الشارع ويحملونك إلى المستعجلات فقط، ولا نتمنى ذلك حتى لعدونا. ونحن نعلم حقيقة الأمر، لما ننصحكم بشيء لا نطلب منكم، اتبعوه لتستفيدوا أنتم لست أنا. عمروا يا عباد الله المعدة بالخضار والفواكه وشربوا ماء، وليس ماء بارد، ناس كيمشي للثلاجة ويشرب ماء على حرارة عادية وماء جيد، إما مفلتر إما مقطر وإما ماء جيد. كاين الناس عنده، كاين الناس عندهم بئر وعنده كاين تاع عيون لا زالت جيدة. اشربوا ماء بكثرة يا عباد الله، وحتى مشروبات ساخنة مثل النعناع ومثل هذه الأشياء، واملأوا المعدة بالخضر والفواكه. ويعني وهذه الفكرة هذه أظن بأنها ستحفظ كثير من الناس من هذه المصائب، ارتفاع الضغط والسكري وأمراض القلب والشرايين، ويعني والخلل الهرموني والتهاب في القولون وفي المعدة وتحتر الدم وتجلط الدم، مساء الناس يأكلون اللحوم يوميا، دجاج ويعني ابتعدوا من اللحوم وابتعدوا من هذه الوجبات السريعة وهذه المصائب. ملاءوا المعدة بالخضر والفواكه، حتى إذا ذهبت إلى مطعم طلب من صاحب المطعم أن يأتيك بصحن كبير في سلطة طازجة ليس مسلوقة، ممنوع الخضر تطلق، لما تطلب سلطة يعطيك بخضر مغسولة مقطعة بالسكين وفوقها زيت زيتون وليمون حامض وتغدى. الناس إذا ما كلوش اللحم يعني سبحان الله يغضب، شخص ما يأكلش اللحم يغضب. هذه أعيد الفكرة، ملأوا المعدة بالخضر والفواكه واشربوا ماء يا عباد الله، وابتعدوا من اللحوم لأن هذا الفصل الحار والناس عندهم دم الآن، حالة الدم راكم عرفتوا ما هي، مع الامراض المناعيه الذاتيه، مع هذه المصائب هذه. فلا نريد يعني ان تكرر هذا يعني هذه الفاجعه هذه مدينه بني ملال للناس. يعني الان يعني المستشفى يعني امتلأ عن اخره، لا نريد ان تتكرر، والله لا نريد ان تتكرر. والناس انتبهوا، الناس ما تعظوا من تسممات مراكش، الناس ما تعظوا من تسممات سيدي سليمان، هذه الكارثه اللي وقعت في سيدي سليمان، تسممات يوميه بالبطيخ الاحمر الدلاع هذا اللي باستيك، يوميا تسممات بالدلاع يوميا، والناس لا يتعظون يا عباد الله. يعني الله ليش عطاكم هذا العقل هذا الاخير؟ والله يعني خير مني، والله خير مني، والذي لا يحب الخير فهو شخص غير عادي، لان الله كل الخير، الله ليس مصدر شر حاشا لا يمكن، الله كل الخير، عنده غير الخير، الله كل الخير. فالذي لا يحب الخير، طبعا الله خلقنا على الخير أصلا، لأن يعني الخير ذاتي والشر عرضي، الذي لا يحب الخير لا خير فيه، يعني كما نقول.
وإن شاء الله. والله أنا أردت أن أنفع الناس، فالفصل حار وهناك أعمار ب 60 و65 و70 و75 سنة و80 سنة، وما عنده سكري وعنده مصائب وعنده وأخذ التنتان من يعني بعد 2019 ولا زال معمل حجامة، ثم يأكل لحوم يوميا ويبلع أدوية يعني ضد تجلط الدم وضد أدوية تمييع الدم، يتناول أدوية تمييع الدم ويأكل لحوم. تعجبوا معي، تعجبوا، عجب والله عجب. يتناول أقراص تمييع الدم ويتناول لحوم تخثر الدم، شيء عجيب هيك، يعني تناقض. إن شاء الله خير. معذرة أطلت عليكم في هذه الحلقة إن شاء الله، ويعني لا بد أن ندردش، لماذا نحن عطلة، أنا متقاعد أنتم عطلة. خير إن شاء الله، وتحية طيبة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.